أجابكم الله. في سؤالها الأخير تقول: في دعاء القنوت ما حكم قول القانت: وما قسمت في هذه الليلة من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين؟ نعم، هذا دعاء طيب، أن تسأل الله الخير وأن يصرف عنك الشر، لأن الخير والشر كل منهما بقضاء الله وقدره، قل كل من عند الله، فأنت تسأل الله عز وجل أن يعطيك من الخير وأن يصرف عنك الشر. نعم.